يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من إذا نصح بعدم الاغترار بأصحاب البدع والخرافات غضب لهذا المبتدع ورمى الناصح ببعض التسميات والسب والشتم، هل يكون هذا من أهل السنة أم لا؟ والله صعب يعني أنه ينتصر للبدعة ويغضب من السنة، هذا على خطر عظيم، لكن لعل عنده جهل أو غضب أو حمية جاهلية، فإذا زالت يعود إلى رشده، يعود إلى رشده. أما إذا قال هذا وهو مطمئن خطر شديد عليه. نعم.